ماما برضو احكي لي كده، لما قصتك انتشرت على السوشيال ميديا كان ايه ابرز ردود الافعال اللي جات لك؟ معظم ردود الافعال كانت تنمر. تنمر من الناس اللي معرفهاش، بس انا ما سبتش كومنت غير لما شفته. في كده كميه كومنتات انا استعجبت منها. بتنمروا على ايه يعني؟ ايه الغريب في الموضوع؟ في الناس اللي في ناس قالت ان انا مثلا ساكنه في فيلا ومعايا فلوس ونازله عشان خاطر اعمل شو، مع ان انا اصلا ماليش في السوشيال ميديا. ده هو الموقف، جن حد جه صورني وقال لي ممكن انزل الصوره، قلت تمام. اوكي. فالموضوع كان صدفه، انا اصلا كنت واقفه بشتغل مش في دماغي اي حاجه. فمعظم الردود دي انا ما ردتش على الناس دي. ما عادي، ما طبيعي. بصي انا زي ما قلت لك في البدايه انه طبيعي في ناس بيبقى هي كل حاجه بتشغلها في الحياه ان هي تبص وتعلق بطريقه سلبيه. هم بيبقوا قاعدين مش قادرين ان هم يعملوا حاجه، فايه ده الله حد بيعمل حاجه، لا انا هحبطه واخليه يفضل قاعد مكانه ما يعملش اي حاجه. فعادي ما بنردش على الناس دي. واكيد انت زي ما قلتي من شويه انه التعليقات السلبيه او انه لما حد بيقول كومنت مش لطيف، بالعكس ده بيخليك ان انت تكملي وان انت تبقي عايزه تستمري وتثبتي حاجه. بيخلينا عند الموضوع ده، بيخلينا عند. بالظبط. انت برج ايه؟ برج الدلو. اوكي.